الصانع الكوري كيا أو العلامة الكورية في موديل 2020 وفي موديل 2021 صار عندهم تحديث كامل في الأسطول. سيارات جديدة انضافت طبعا في موديل 2021 وفي موديل 2020. من ضمن السيارات اللي انضافت طبعا في موديل 2021 وموديل 2020 كيا سونيت. موديل 2021 تعتبر هي الأصغر في أسطول سيارات كيا كروس أوفر، بالإضافة لكيا سيلتوس انضافت في موديل 2020 وحصلت على نسبة مبيعات جدا كبيرة. ومن ضمن التحديثات الأخيرة اللي حصلت طبعا أكيد في الأسطول لسيارة الاس يو في الدفع الرباعي، محرك في 6 6 اسطوانات كيا سورينتو موديل 2021، تغيير كامل تغيير جذري. بنتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل بهذه التغطية، فخلوكم معانا. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعينا غاليين، كالعادة سادة تغطيتنا لليوم نتكلم فيها عن جناح السيارات الكورية، الصانع الكوري كيا. نتكلم بالتحديد عن كيا سورينتو موديل 2021، تصميم جديد، هوية جديدة، تصميم يعتبر عصري ومناسب لسيارة SUV دفع رباعي 6 أسطوانات. نبدأ تقييمنا للسيارة ونتكلم عن مواصفاتها بشكل كامل. من صالة الجبر وكيل سيارات كيا بالمملكة نبدأ تقييمنا للسيارة بشكل سريع. طبعا أصبحت متغيرة بشكل جذري، تغيير كامل، حتى هوية كيا الجديدة اللي هي نقدر نقول أنف النمر صارت موجودة عليها في الواجهة الأمامية. كانت بالسابق طبعا وجه النمر، لكن الحين تغيرت الهوية لأنف النمر. نبدأ تقييمنا للسيارة طبعا بالنسبة لفئة الفل كامل، مواصفاتها كاملة موجودة عليها، رادار وحساسات أمامية وخلفية، نقطة عمية، كل المواصفات وكل أنظمة الاستشعار أكيد موجودة عليها. في الواجهة الأمامية بالنسبة لإضاءاتها فل LED، بالنسبة للعالي والواطي كلها LED، حتى إشارة الانعطاف LED، كشاف الضباب جاي LED. طبعا هذه ثلاث عدسات بالنسبة للعالي والواطي كلها مثل ما ذكرنا LED. الشبكة الأمامي طبعا جاي باللون الأسود الداكن. كاميرا أمامية من أصل 4 كاميرات محيطية تعطينا رؤية 360 درجة، بالإضافة لحساسات أمامية بالأسفل مشتت للهواء أو فتحات للتهوية، أو نقدر نقول بكل بساطة فتحات للتبريد. طبعا السيارة مرتفعة عن سطح الأرض بشكل ملحوظ عن السابق. هذه الفئة طبعا فئة الفل كامل. بالنسبة لهذه الحركة طبعا صارت منتشرة في سيارات كيا، في أغلب سيارات كيا الجديدة صارت تيجي بنفس الديزاين وبنفس التصميم، هذا تصميم مميز، حتى شفته قبل فترة على كيا تلورايد، بالإضافة لسيارتهم الجديدة اللي هي سونيت. طبعا التصميم رايق وجميل، الجزء الجانبي جنط كروم، إشارات بالمرايات طبعا جاية أسفل المرايات باللون الأسود، والجزء العلوي باللون الأبيض على لون السيارة. طبعا المرايات أكيد مدمجة بالأبواب تعطيك هدوء أكثر بالنسبة للمقصورة الداخلية. الكروم بشكل كامل على النوافذ. طبعا خاصية الدخول الذكي أو المتعارف عليه بالعامية بالبصمة أكيد موجود عليها. أسفل الأبواب جاي خط من الكروم طبعا بشكل كامل. المقابض جاي عليه تطعيمات كروم أكيد، خاصية الدخول الذكي طبعا، نقطة عمياء أكيد عليها. هذه هي الإشارات، سقف بانوراما، الزعنف اللي موجودة بالخلف أكيد، الجزء الخلفي حساسات خلفية وفتحتين للعادم، المعذرة بس فتحة عادم واحدة هي بهذاك الجزء. طبعا هذه كلها اكسسوارات أو ديزاين، حساسات خلفية، عدد 4 حساسات خلفية، الشنطة الخلفية كهربائية،
طبعا بالاسفل. تحكم بشكل كامل بالخلف طبعا. فتحات للتكييف اكيد عليها ما شاء الله. منفذ 12 فولت طبعا. التحكم بالتكييف. وهذا الستارة الخلفية ومساحة تخزين اكيد عليها. طبعا السيارة رايقة بتصميمها على مستوى التصميم الخارجي والداخلي، تصميم جميل. إضاءات LED بالخلف بشكل كامل، حتى إضاءتها الخلفية جاية LED. طبعا السعر، راح نتكلم عن السعر بآخر فيديو. خلينا نتطرق لباقي المواصفات. جناح خلفي طبعا. بالنسبة للون الأسود الداكن منتشر فيه بشكل كامل أو بشكل كبير، حتى هذا الجزء جاي باللون الأسود. بالنسبة للطبقة البلاستيك حماية للسيارة، بس حماية لأسفل السيارة عليها بشكل كامل. تقييم استهلاك الوقود، كل لتر بنزين كم يمشيك؟ 11.3 كيلو التقييم جيد بالنسبة لسيارة 6 أسطوانات، فيعتبر معقول. بالإضافة لي 91 البنزين، دفع رباعي 2021 3500 سي سي أو 3.5 أو 5، ضربنا العربي بالإنجليزي وطلعنا الناتج. التصميم الخارجي مثل ما ذكرنا تصميمه رايق وجميل. خلونا ننتقل لمواصفاتها الداخلية ونشوفها بشكل كامل. طبعا هذا الجزء جاي كروم بشكل ممتد. بالسابق طبعا أغلب الأجزاء بتيجي باللون الفضي على أساس إنك كأنك قطعة كروم، ولكن ما تكون كروم، تكون يمكن بلاستيك، لكن الحين لا، كل الأجزاء اللي بنشوفها كلها كروم. مو بس تصميم، لا، كروم بشكل كامل. تحريكها بكل سهولة بهذا الزر. طبعا بالأسفل تحرك المرتبة. فتحة التكييف بالخلف أكيد. طبعا تصميم فتحة التكييف جاي مميز، حتى بالأسفل منفذ USB ومنفذ 12 فولت أكيد عليها ما شاء الله. اللي عنده تاب واللي عنده طبعا شحن سريع بكل سهولة. منافذ USB منتشرة فيها بشكل كامل بشكل كبير ما شاء الله. هذا التصميم بعد رايق وجميل. مسكت الباب. ستارة خلفية. مقابض كروم. طبعا هذا الجزء جاي كروم بشكل كامل. هذا الجزء كله جلد. فتر فل كامل اكيد فيها مواصفات كثيرة. ما شاء الله. بالنسبة للسائق طبعا المراتب كلها كهربائية. خلونا ننتقل للجزء الجانبي او الجزء الثاني بنشوف. حتى الراكب المراتب الكهربائية فيها فما شاء الله. طبعا كل المراتب اللي عليها تحكم فيها كهربائي. عن تصميم الإضاءة الخلفية رايق. تصميم الإضاءة الخلفية رايق وجميل. نسينا نرفع المرتبة هذه وبنشوف المساحة فيها.
الحين بنشوف المساحة واعطونا رأيكم. ما شاء الله حتى طبعا تحريكها بكل سهولة. هذه المساحة الخلفية تعتبر نوعا ما نقدر نقول معقولة. الصغار في السن تعتبر المساحة الخلفية معقولة. ذاكرة للمراتب. خروج عن المسار وفتح الشنطة الخلفية والتراكشن. طبعا تصميم بشكل كامل جاء على فتحة التكييف بشكل كامل. تحكم بالستيرينج بأنظمة القيادة، أنظمة الترفيه بالإضافة لأنظمة الاستشعار كلها موجودة عليها. الجير طبعا بنشوف مواصفاته بعد كذا نطلع لبطاقة المواصفات ونقراها بشكل كامل. الجير طبعا تبترونيك. وضعيات القيادة فيها الثلج والرملي والصخري كلها موجودة بالإضافة للسبورت والسبورت بالإضافة للكمفورت والكمفورت والإيكو. حساسات، بريك إلكتروني، تشغيل الكاميرا طبعا مثل ما ذكرنا فيها 360 درجة، أوتو هولد، حاملات أكواب 2، مساحة تخزين، تبريد تصميم بالمراتب أكيد. ما شاء الله فيها شاحن لاسلكي وفيها USB منفذ USB. هذه الشاشة تقريبا جاية 14 إنش، وحتى ما شاء الله حتى هذا الجزء جاي طبعا الطبلون جاي بشكل كامل. شاشة ما شاء الله خلف الدركسون جيرف 1، إضاءاتها أوتو. بهذا الشكل أتممت تغطيت عن السيارة بشكل كامل. بإذن الله تكمل المواصفات وتكمل التفاصيل راح أترك لكم إياها بإذن الله في قناتنا الثانية، موجود في الدكس في صندوق الوصف اللي حاب يشوف المواصفات بشكل كامل. إضاءات بانورامية، إرباقات بشكل كامل عليها. هذه مواصفاتها وسعرها. سعرها ب179,000 ريال شامل الضريبة، غير الضريبة ب155,000 ريال. وهذه مواصفاتها. بإذن الله باقي التفاصيل وباقي التغطية بترك لكم إياها في قناتنا الثانية. اللي حاب يشوف راح أترك لكم الرابط في قناة الوصف، ولا تنسوا زيارة موقعنا حتى تعرفون تفاصيل أكبر عن السيارة. في أمان الله.